بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض قصة بيوت الأرانب، والمطلوب من التلميذ في هذه القصة أن يكمل مكان النقط. وهذه القصة لكي تكون كاملة لابد أن يكملها التلميذ ببعض الجمل الموجودة في نشاط اقرأ وأكمل. رقم واحد: جاء الصيف يا أمي. جاء الصيف يا أمي، عايزين نكمل الجملة دي. ونحتاج أن نخرج من هذا الجحر إلى الغابة، ولا جاء الصيف يا أمي من شدة الرياح، ولا جاء الصيف يا أمي من الحشائش تحت الشجرة، ولا جاء الصيف يا أمي تحمينا من تقلبات الجو. يلا يا أبطال، مين يختار التكملة الصحيحة؟ جاء الصيف يا أمي ونحتاج أن نخرج من هذا الجحر إلى الغابة، لأن الصيف يكون الجو حارا، فلذلك هم يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى الغابة تحت الأشجار وفي الهواء. وبعد أن يكتب التلميذ الجملة لا ينسى أن يضع نقطة في نهاية الجملة، لأن هذه جملة تامة فلا بد أن يضع نقطة في نهايتها. نقرأ الفقرة على بعضها: جاء الصيف يا أمي ونحتاج أن نخرج من هذا الجحر إلى الغابة، وكيف سنعيش خارج الجحر؟ سألت الأم وقالت: وكيف سنعيش خارج الجحر؟ سألت أسلوب استفهام كيف، استخدمت أداة الاستفهام كيف، وفي نهاية السؤال علامة استفهام. إذن في القصة استخدمت أسلوب الاستفهام: كيف سنعيش خارج الجحر؟ هذا أسلوب استفهام. هذا بيتي الجديد عش من فروي أعلى الشجرة. هذا بيتي الجديد عش من فروي أعلى الشجرة، ويشير إلى عشه. إذن هو صنع عش من فروه أعلى الشجرة. قال الأرنب الآخر: أنا أفضل أن أبني كوخا. من إيه يا ترى؟ نشوف النشاط اللي هنكمل منه. أن أبني كوخا من شدة الرياح، ولا أن أبني كوخا من الحشائش تحت الشجرة، أم أبني كوخا تحمينا من تقلبات الجو؟ أحسنت، من الحشائش تحت الشجرة. أنا أفضل أن أبني كوخا من الحشائش تحت الشجرة، ولا ينسى أن يضع نقطة في نهاية الجملة. نقرأ رقم 3 و 4: هذا بيتي الجديد عش من فروي أعلى الشجرة. أنا أفضل أن أبني كوخا من الحشائش تحت الشجرة. 5: وعندما جاء فصل الشتاء، ماذا حدث عندما جاء فصل الشتاء؟ 6: لا، طار بيتي. وهذا هو بيته، طار من فوق الشجرة. هذا الأرنوب الصغير قال أنه صنع بيتا من فروه أعلى الشجرة، فالآن بعدما جاءت الشتاء طار بيته من أعلى الشجرة. قال الأرنب: لا، طار بيتي. هنكملها منين؟ نشوف النشاط. طار بيتي من شدة الرياح، ولا طار بيتي تحمينا من تقلبات الجو؟ أحسنت، طار بيتي من شدة الرياح، لأن الشتاء بها رياح، فطار البيت من أعلى الشجرة من شدة الرياح، ولا ينسى أن يضع نقطة. 7: لا، بيتي تحطم من الرياح والأمطار. والأرنب الصغير الآخر الذي صنع كوخا تحت الشجرة قال: لا، بيتي تحطم من الرياح والأمطار. قالت الأم أخيرا: هيا معي إلى الجحر، فجحورنا تحمينا من تقلبات الجو. فجحورنا تحمينا من تقلبات الجو. فجحورنا تحمينا من تقلبات الجو. نشاط إملاء الخريطة التحليلية لوصف عناصر القصة المصورة بيوت الأرانب. أول شيء سوف نضع القصة أمامنا. استخدام أسماء الإشارة، هل استخدم أسماء الإشارة في القصة؟ نعم. هذا في جملة أن نخرج من هذا الجحر، وفي جملة هذا بيتي. إذن استخدم اسم الإشارة هذا. 2: استخدام علامات الترقيم، هل استخدم علامات الترقيم؟ نعم، علامة الاستفهام مع السؤال عندما سألت الأم وقالت: وكيف سنعيش خارج الجحر؟ استخدمت السؤال، فإذا هناك علامة استفهام في نهاية السؤال. والنقطة أيضا مع نهاية الجملة، في نهاية جملة ونحتاج أن نخرج من هذا الجحر إلى الغابة،
وضعنا نقطة في نهاية الجملة. إذن علامات الترقيم المستخدمة في القصة: علامة الاستفهام في نهاية السؤال، والنقطة في نهاية الجملة التامة. 3. استخدام الأفعال، هل استخدم أفعال؟ نعم، استخدم الفعل الماضي مثل كلمة جاء الصيف وطار بيتي تحطم من الرياح. إذن استخدم الفعل الماضي، واستخدم أيضا الفعل المضارع مثل كلمة نحتاج ونخرج ونعيش وأفضل وأبني. كل هذه أفعال مضارعة استخدمناها في القصة. الصفات التي تصف المكان: بيتي الجديد، في جملة هذا بيتي الجديد عش من فروي أعلى الشجرة. إذن استخدم صفة الجديد لكلمة بيتي. عناصر القصة: الشخصيات، من الشخصيات في القصة؟ طبعا الأرنب وأمه. طيب الزمان والمكان، الزمان جاء الصيف، الصيف زمان، الشتاء أيضا زمان، الزمان الصيف والشتاء، والمكان الغابة، المكان الغابة. أحداث البداية، الأرانب تريد الخروج من الجحر. أحداث البداية بعد جاء الصيف ونحتاج أن نخرج من هذا الجحر. إذن أحداث البداية، الأرانب تريد الخروج من الجحر. أحداث الوسط أو المشكلة، يلا يا أبطال مين يعرف المشكلة اللي في القصة؟ المشكلة عندما جاء الشتاء وتحطم البيت. جاء الشتاء وهدمت الرياح بيوتهم الجديدة. يبقى المشكلة أن الشتاء جاء، البيت الذي أعلى الشجرة وقع طار من شدة الرياح، وتحطم الكوخ الذي كان تحت الشجرة. إذن المشكلة هدمت الرياح بيوتهم الجديدة. أحداث النهاية، مين يا أبطال يفكر في أحداث النهاية؟ إيه حل المشكلة؟ حل مشكلة البيوت اللي تهدمت؟ قالت الأم: هيا بنا إلى الجحر فجحورنا تحمينا من تقلبات الجو. إذن عادوا إلى الجحر، عادوا إلى الجحر. كتابة قصة، وفي هذا النشاط يراعي التلميذ عناصر القصة من مكان وزمان وشخصيات وأحداث وبداية ومشكلة وحل لهذه المشكلة، ويستخدم أصلا علامات ترقيم مناسبة، ويستخدم التراقيب المناسبة، ويستخدم التراكيب المناسبة في كتابة الجمل من صفات وأفعال وأسماء الإشارة. نبدأ القصة. كتابة قصة، يكتب التلميذ هذه القصة ويراعي المعايير التي قلتها. ولكن قبل كتابة القصة لابد أن يراعي التلميذ الإملاء الصحيح، أن تكون الكلمات مكتوبة صحيحة إملائية، وتكون الكلمات مناسبة. أحداث مسلسلة، وهو بيكتب القصة بعد قراءتها تلاحظ أن الأحداث مسلسلة مع الصورة، ويكون خطه جميل، يكون خطه جميل، وجمل صحيحة. كتابة قصة، ينظر التلميذ إلى الصورة ويلاحظ ما فيها، ويحاول بقدر الإمكان وصف ما فيها كتابة. فنكتب في الصورة الأولى: في الصباح كانت القطة تتسلق شجرة في الحديقة. إذن في الجملة الأولى هناك زمان اللي هو الصباح، وهناك مكان اللي هي الحديقة، وأشخاص أيضا اللي هي القطة. الصورة الثانية، ما فيها؟ هناك القطة صعدت على الشجرة وجلست إلى الشجرة. فيصف التلميذ هذه الصورة: جلست القطة على فرع الشجرة. صعدت القطة وصعدت أعلى الشجرة وجلست هناك. فهل يا ترى هناك مشكلة؟ نعم، المشكلة أن القطة لا تستطيع النزول. شاهد أحمد القطة حزينة لأنها لا تستطيع النزول. وهنا شخصية أخرى، أحمد، والمشكلة أن القطة لا تستطيع النزول. فهل هناك حل لهذه المشكلة؟ ننظر إلى الصورة الرابعة لكي نجد حلا لهذه المشكلة. الحل: تسلق أحمد الشجرة وأنزلها. أحمد صعد على الشجرة وأنزل القطة، وبهذا يكون حل المشكلة. بعد كتابة القصة، تقييم ذاتي لكتابتي ومعايير التقييم: كلماتي مناسبة، هل كلمات القصة مناسبة؟ أحداثي مسلسلة، الأحداث تكون مسلسلة. إملائي صحيح، الكلمات مكتوبة إملائيا صحيح. خطي جميل، الخط يكون جميل.
جملي صحيحة، فإذا كان التلميذ التزم بكل هذه المعايير يرسم وجها أمامه التزم دائما. أما إن كان يلتزم معظم الوقت الكلمات غير مناسبة يرسم التزم معظم الوقت، أما إن كانت كلماته غير مناسبة وأحداثه غير مسلسلة وهناك أخطاء في الإملاء فهذا يلتزم بعض الوقت، يرسم وجها تحت التزم بعض الوقت. أما إن أخطأ في كل هذا فيرسم وجها تحت أحاول أن ألتزم. بعد تقييم نفسه ومعرفة الأخطاء يحاول كتابة القصة متجنبا الأخطاء التي وقع فيها، ويأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم لأنفسهم. يقرأ المعلم عمل التلميذ ويعطيه تغذية راجعة تعليقا بناء، أي يركز على شيء إيجابي في عمله ويمدحه، خاصة إذا وجد تحسنا بين المحاولة الأولى للكتابة والمحاولة الثانية. يكتب التلميذ القصة مرة أخرى بعد تجنب الأخطاء. لاحظ وتعلم نشاط واحد، اقرأ كل كلمة وعبر عنها برسم مناسب. أول كلمة كاف فوقها ضمة كو، وبعدها واو كو خن كو خن، يحاول التلميذ رسم كوخ بهذا الشكل. تاني كلمة ين ين قا ين قض ضو، الضاد مشددة، ينقض، ينقض خدناها قبل كده يعني يهجم. إذا يرسم صورة، أي صورة طائر ينقض على فريسته بهذا الشكل. الحريق الحريق، يرسم التلميذ صورة حريق بهذا الشكل. يتدحرج يتدا يتدحرج يتدحرج، يرسم كرة تتدحرج أو قلما يتدحرج أو علبة بهذا الشكل تتدحرج. نشاط 2، اقرأ القصة الآتية وضع الكلمات في المكان المناسب. أول كلمة يراقب، ثاني كلمة اختبأ، الدب القطبي، الثلج، يتغذى. نقرأ القصة. في القطب الشمالي، في القطب الشمالي يعيش، من اللي يعيش في القطب الشمالي؟ يراقب ولا اختبأ ولا الدب القطبي؟ أحسنت، الدب القطبي هو الذي يعيش في القطب الشمالي. الذي نقط الأسماك، الذي يراقب الأسماك ولا اختبأ الأسماك؟ أحسنت، الذي يراقب الأسماك في صمت حتى يستطيع أن يصطادها ونقط عليها، واختبأ عليها ولا الثلج عليها ولا ويتغذى عليها؟ ويتغذى عليها. ولكن فجأة ظهر صياد، ماذا حدث؟ فاختبأ الدب أم فالثلج الدب؟ ظهر صياد فاختبأ الدب وسط الثلج ولم يستطيع الصياد أن يجده، لأن الثلج لونه أبيض والدب أيضا لونه أبيض. نلاحظ الأشخاص، الدب والأسماك والصياد، هذه أشخاص في القصة. والقطب الشمالي مكان. بعد أن اكتملت القصة أجب على الأسئلة الآتية: ما الشخصيات الموجودة في القصة؟ الشخصيات كما قلنا الدب والصياد والأسماك. باء المكان، المكان القطب الشمالي. والزمان الصباح، لأن الصياد عادة يخرج في الصباح، فإذا استنتجنا الزمان من أن الصياد عادته يخرج في الصباح. جيم فكر في نهاية مناسبة للقصة وعبر عنها كتابة. يلا أبطال، مين يفكر في نهاية للقصة قبل أن أكتبها؟ نكتب. وبعد قليل أحس الصياد بالبرد وعاد إلى بيته، ثم خرج الدب وعاش في سلام. أحس الصياد بالبرد لأن المكان به ثلج، وعاد إلى بيته ثم خرج الدب وعاش في سلام، خرج الدب من مخبئه. نشاط 3، اقرأ وضع الكلمة المناسبة مما يلي: التي والذي. طبعا التي للمفرد المؤنثة والذي للمفرد المذكر. سوف ننظر إلى الكلمة التي قبل الذي والتي. رقم 1، رأيت الحرباء
الحرباء ينفع رأيت الحرباء الذي تتلون ولا رأيت الحرباء التي؟ أحسنت، الحرباء هنا اسم مؤنث، إذا نختار التي، رأيت الحرباء التي تتلون. اثنين، جاء الولد، انظر إلى الكلمة التي قبل الذي والتي، كلمة الولد مفرد مذكر، إذا نختار الذي، جاء الولد الذي يحب الحيوانات. ثلاثة، في الحديقة، كلمة الحديقة أحسنت مفردة مؤنثة لأن آخرها تاء مربوطة، إذا نختار التي، أذهب إليها طيور رائعة، في الحديقة التي أذهب إليها طيور رائعة، أي في الحديقة يوجد طيور رائعة. أربعة، الكتاب، انظر إلى الكتاب، مذكر ولا مؤنث؟ الكتاب مذكر، إذا نختار الذي، الكتاب الذي معك مفيد. نشاط أربعة، ضع علامة ترقيم مناسبة، علامة الاستفهام ونقطة. في نهاية السؤال لا بد من علامة الاستفهام، وماذا وكيف نعرف السؤال؟ نجد في بداية السؤال أداة استفهام، أداة نسأل بها من، ماذا، كيف، أين، متى، كل هذه أدوات استفهام واحنا عارفينها. طيب، أول جملة، كيف يتكيف الدب في بيئته؟ كيف هو بيسأل؟ أيوه بيسأل، إذا هذا سؤال، وهناك أداة استفهام في بداية الجملة كيف، ولا بد أن نضع في نهايتها علامة استفهام. الجملة الثانية، تعيش الحرباء في الغابة، تعيش هو في سؤال؟ مفيش سؤال، ولكن هذه جملة تامة، تعيش الحرباء في الغابة، نضع في نهايتها نقطة. أرتدي ملابس ثقيلة في الشتاء، أرتدي ملابس ثقيلة في الشتاء، هل هذا سؤال؟ ليس هذا سؤال، إنما هي جملة تامة، يرتدي ملابس ثقيلة في الشتاء، فنضع في نهايتها نقطة. لماذا يوجد سنام للجمل؟ لماذا؟ هو هنا بيسأل لماذا؟ بيسأل في بداية الجملة أداة استفهام، لماذا؟ لابد أن نضع في نهايتها علامة استفهام. نشاط خمسة، اكتب ما يملى عليه، يكتب التلميذ الكلمات دون معرفة سابقة لها. أول كلمة، يتدحرجوا، يكتب كلمة يتدحرجوا. الكلمة الثانية، ينزلقوا، يا ريت كل تلميذ يكتب ورائي قبل أن أكتبها، ينزلقوا. يتكيفوا، الياء مشددة، يتكيفوا. الكلمة الرابعة، ينقضوا. الكلمة الخامسة، يختبئوا. الكلمة الأخيرة، الشتاء، خلي بالك دي ألف ولام، أش لام شمسية، لذلك لا تنطق اللام الشمسية ولكن لا بد أن تكتب، الشتاء، الشتاء. نشاط ستة، اكتب بخط النسخ، الدب من الحيوانات البرية التي تتغذى على اللحوم، يكتب التلميذ هذه الجملة بخط جميل ويراعي الحروف التي تكون فوق السطر والحروف التي تكون تحت السطر، ويضع في نهاية الجملة نقطة لأن هذه جملة تامة. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم، فانتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم ماذا يحدث، وهو الموضوع الثالث. إن عجبك الفيديو اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.